ورجعنا لحضراتكم تاني وفقرة الصحافة الدنيا فيها ايه. نتجول في صحف واخبار النهاردة سريعا، نقرأ مع حضراتكم اهم عناوين الاخبار النهاردة من جريدة الاخبار. وعلى صفحتها الاولى الخبر بيقول مدبولي يتابع مبادرة الرئيس لعلاج 1 مليون افريقي وسبعة ملايين لاجئ، 11 ألف عملية في قوائم الانتظار خلال 11 يوم وانطلاق حملة القضاء على الطفيلات. الموضوع كله مهتم بالصحة ومبادرة الرئيس واللي اتقالت في مؤتمر الشباب أو في ملتقى الشباب العربي الأفريقي، علاج 1 مليون أفريقي وسبعة مليون لاجئ. لكن بنتكلم كمان على الأمور كمان اللي تخص الشعب المصري، وهي محاولة الانتهاء من 11 ألف عملية موجودة على قوائم الانتظار. الحقيقة يحسب للإدارة الموجودة حاليا ويحسب للبلد في الفترة اللي فاتت خلال السنة اللي فاتت بالتحديد فكرة القضاء على قوائم الانتظار تماما، القضاء على قوائم الانتظار تماما. النهاردة أي حد يعني هيعمل عملية، عنده عملية كبيرة أو صغيرة، ممكن يتم يعني عمل العملية بشكل أسرع بكتير جدا من زمان. كنا بنشوف عمليات القلب بتستنى بالتلات والأربع والخمس سنين، ولا قدر الله كان البعض بيتوفى وهو لسه اسمه في قوائم الانتظار. النهاردة بيتم القضاء تماما على فكرة أن يبقى في قائمة انتظار. 11 ألف من 100 مليون مواطن دي يعني عدد قليل، وهيتم تماما فكرة أن ما يبقاش في قوائم انتظار تماما. من حق المواطن ان الدولة تعالجه. طب هي الدولة كده يعني بتتفضل على المواطن؟ الحقيقة هو ده دور الدولة، بس الدولة خلال السنين او العقود اللي فاتت ما كانتش بتقوم بدورها لظروف، ما ظروف بقى اقتصادية، ظروف ما فيش، ظروف كان في اهمال، كان في فساد، كان في اي حاجة. لكن جميل ان احنا بنشوف ان الدولة النهاردة بتقوم بدورها في مجال الصحة، وان هي كل حد عنده محتاج يعمل عملية وغير قادر ان هو يدفع 100 ألف جنيه بره ويدفع 200 ويدفع 300، والبعض بيوصل لارقام اكتر من كده، من حقه والدولة مش بتتفضل عليه ولا حاجة ان هي تعالجه. فجميل ده يعني حاجة نحيي عليها طبعا الدولة ووزارة الصحة الحقيقة في هذا الاطار. لكن احنا عندنا دايما محدش بيعمل حاجة غير لما يقول لك تحت، لما الرئيس يقول. فالقوائم كانت موجودة، كان موجود عشرات الالاف، لولا الرئيس قال لا ويتم وضع ميزانية خاصة من وزارة المالية ويخصص مليارات عشان فكرة ما يبقاش في قوائم انتظار، لولا الموضوع مشي والدنيا بقت كويسة. بنتمنى خير أكتر، وبنتمنى أن ما فيش مواطن يتذلل أو يقف في طابور من أجل عملية أو لأجل أنه هو مريض. كمان معي خبر من الأهرام على صفحتها الثالثة بيقول الملة تأمين إمدادات الكهرباء بالغاز لمواجهة زيادة الأحمال صيفا. طبعا السيد وزير البترول بيتكلم بيقول ما تقلقوش، يعني ان الصيف اللي جاي برضو ان شاء الله مش هيبقى فيه مشكلة، لان الغاز موجود، ومهما كانت في زيادة احمال ما تقلقوش. احنا جربنا ده يمكن السنة اللي فاتت والسنة اللي قبل اللي فاتت، وفعلا في عز الصيف في كتير جدا من المناطق ما كانش بتقطع الكهرباء خالص، ومع زيادة الأحمال ما كانتش بتقطع الكهرباء، لو كانت بتقطع كانت بتقطع وقت قليل. نفتكر بالخير من خمس سنين ولا حاجة كنا بنقضي نص اليوم غير الكهرباء، كانت معظم المناطق بقى يعني تروح القاهرة، اسكندرية، بحر، قبل، كان معظم المناطق فكرة الكهرباء دي هي يا دوبك تبقى موجودة معاك نص يوم، يقول لك يا أصل زيادة أحمال، أصل ما فيش كهرباء، أصل ما فيش بترول، أصل مش عارف المكان عطلان، اصله ايه اصله ايه. دلوقتي الحقيقه احنا من الدول اللي عندها طاقه كهربائيه بشكل كبير جدا، واحنا ابتدينا كمان فكره ان احنا نصدر كهرباء للدول المجاوره، فدي من حاجات كمان الكويسه. كمان معايا من جريده الجمهوريه خبر بيقول نيوزيلندا تدفن ضحايا المذبحه وهولندا تنكس الاعلام. طبعا احنا شفنا مذبحة الحقيقة بكل المقاييس في نيوزيلندا، والاعتداء على المصلين أثناء صلاة الجمعة في نيوزيلندا. وعشان بس الدنيا تبقى واضحة، وأكيد طبعا الموضوع ده قتل بحثا يعني خلال اليومين اللي فاتوا،
نيوزيلندا دي من الدول اللي ما كانش فيها ارهاب خالص، اللي يعني دي اول الحادث الارهابي ده، اول حادث ارهابي في تاريخ هذا البلد اللي هي نيوزيلندا. عمرها ما حصل عندها حوادث ارهابيه، ما بيحصلش عندها. مش انا كنت بسمع مكالمه لسفيرنا المصري في نيوزيلندا، فبيقول حاجه غريبه جدا، يعني بيقول ان حتى نيوزيلندا دي من الدول ان تكاد تكون فيها الجريمه صفر، لما حد حرامي يروح عند يسرق ومسكوه يقولوا له اقعد هنا نطلب لك البوليس، فيقعد ويطلبوا له البوليس، وبعدين يروح البوليس ويجي يقول تسبحوه ولا حاجات كده بتسمعها انا، ممكن تكون في الافلام ولا حاجه، بس هي دوله كده يعني ما عندهمش مشاكل امنيه نهائي. فطبعا الموضوع كان ليه تاثير كبير جدا على المجتمع هناك، وطبعا كان في تعاطف الحقيقه من العالم كله في يعني المجزره اللي حصلت في نيوزيلندا. كمان معايا خبر من جريده الاخبار بيقول مجلس الدوله من حق الكفيف استيراد سياره معفاه جمركيا يقودها له الغير، الفتوى والتشريع تلزم التعليم بسداد اشتراكات التامين الصحي للطلاب. يعني خلينا في الجزء الاولاني، مجلس الدوله بيقول من حق الكفيف ان هو يستورد سياره معفاه جمركيا. احنا عارفين ان احنا يعني اخواتنا اللي عندهم اعاقه حركيه، اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه اللي عندهم اعاقه حركيه، بيقدر يستورد عربيه او سياره يعني معفاه جمركيا. يعني هي مثلا لو عليها جمارك 20 50 60 الف جنيه ما يدفعش منهم ولا جنيه، ده حق وده بيكفله للقانون، لكن ما كانش بيحق لاخواتنا اللي هم الكفيف يقول لك اصل الكفيف كده كده مش هيسوق العربيه. الله، طب ممكن يجيب سواق يسوق له العربيه، ممكن اخوه يسوق له العربيه، اذا كنت انت عاملها لذوي الاحتياجات الخاصه فيبقى تضم كل ذوي الاحتياجات الخاصه. انا ما اعرفش لو في برضه فئات غير اخواتنا المكفوفين برضه ينضموا، من حقه طالما هو في قانون بيسمح لذوي الاحتياجات الخاصه، يبقى مش لازم اللي عنده اعاقه حركيه بس، لكله بما فيهم اخواتنا المكفوفين وعددهم كتير، والحقيقه هم نسبه من اكتر النسب اللي عندهم اعاقه لكن فعالين جدا في المجتمع. ما تشوفش شخص مكفوف وتلاقيه كده ايه ماشي الحياه كده، وتلاقيه انسان ذكي جدا، انسان بيخدم المجتمع بشكل كبير جدا، عنده مواهب ومتميز في حاجات كتيره جدا. طبعا اشهرهم الراحل طه حسين، لكن من حقهم طبعا، وانا الحقيقه بشارك مجلس الدوله دعوته ان هو يكون من حق الكفيف استيراد عربيه او استيراد سياره بدون اي نوع من الجمارك. كمان معايا من الاهرام خبر اخير ناخده مع حضراتكم، بيقول مجلس الوزراء يناقش قانون المشروعات الصغيره الاسبوع المقبل الماليه، نستهدف رفع النمو الى 6.1 العام المقبل. موضوع المشروعات الصغيرة من الموضوعات المهمة جدا، واللي يعني الدولة بتهتم بيها خلال كمان السنين اللي فاتت، لأن فكرة أن أنت تتخرج أو أن أنت مش شغال فبتستنى وظيفة أو بتاع، الفكرة دي قديمة جدا، يعني مش هتشوفها غير في الأفلام بتاعة الأربعينات والخمسينات، لكن لازم يكون عندك مشروع، ولو معاكش تروح تاخد من البنك ونسبة والفايدة 5% فايدة صغيرة. من حقك أن أنت تجتهد، ومن حقك تعمل مشروع صغير، مشروع يكبر ويبقى كويس. فياريت كل الشباب يسعى لده، والدولة بتدعمه بده. الدولة بتقول بترجو رفع النمو الاقتصادي 6.1 العام المقبل. برضو الناس اللي بتحب تقرأ في الاقتصاد، احنا 2011 قبل الثورة قبل يناير كنا حققنا في مصر نمو 7%، 7%، احنا النهاردة 5 وشوية، بنسعى عن السنة الجاية تبقى 6.1. يعني ايه؟ يعني احنا لسه ما وصلناش لنمو اقتصادي الى ما قبل 2011، فاحنا دولة لسه بتسعى اقتصاديا، ولسه يعني بتجتهد اقتصاديا. فنتمنى ان يكون الشباب عنصر مهم من خلال ان هو يهتم ان هو يعمل مشروعات صغيرة، وما روحش اخد القرض من البنك عشان قرض عليه فايدة قليلة 5% ولا حاجة، واقول ايه اروح اتجوز بيهم، اروح اشتري عربية، اروح مش عارف ايه. لا، اشتغل وافتح مشروع، افتح كشك، افتح محل، افتح اي حاجة صغيرة، ابتدي صنع منتجات صغيرة وتكبر وتبقى بيزنس مان، وتبقى يعني الدنيا معاك كويسة. بتمنى كل الخير، ودي كانت اخبارنا النهاردة. سريعا اخرج لفاصل قصير ونرجع نكمل بقى في قرار برنامجكم صباح النور.